العزيزة. سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلت ضح منها صوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي. سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة يمي 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 يا فلا فلا خوف لبراد وفلا حتلا عدل ملا قلبي بالجهو يبراد. عملتلي عملة ورا عملة ما عرفتش نامي يا هلا الله الله يستر معك. سيبتي العزيزة موجي. نعم يا مي حاشك بيا يا حبيبي يا عزيزة ما شبيها تطلعش تحب تعترف لي بحاجة. ايوه يا ميا حاجتك بحاجة اروع يا حبيبي يا انساك البيبي يا ميا كما تحب. واليو ايوه موجي اسمعني كنت على بالك بالكاستيك بلي راني جايه نديرو هنا في تونس. اي على بالي بيا حكيت لي حياة اختي. ايوه دونك حبيت نقول لك بلي البيرو تاع الكاستينغ بعيد ما نجمش نروح وحدي حبيت توصلني. ايوه سلام عليك علاش ما عيطت لي انت؟ اي على هذا واش في بالك حاجه واحده اخرى مونجي شنو كدير هنا؟ لا حبيبي احجر ورحمه بويا لازم تقولي فاطيني ما هي اللي عيطت لي ديتي في الانيماسيون تاعك انت وعليا وليش زوجي تعرفوا عليا يا حسيلة ما صار شيء راي ما كلمتني باش نهز الجماعة متاع الفيلم فهمتها؟ فوالا سيتو وش رايك حجلة المونجي يدينا البيرو انا ندخل الكاستينج وانتو ما تروحوا ديروا ديكلاراسيون في بوست بوليس. والله فكرة هي برشا هيبي يا حسيلة حسيلة تعرف وقت اللي هي تدخل الجماعة متاع الكاستينج انا وياك نمشيو لمركز السلطة ونديكلاريو على الباسبور بعديش نمشي نعملوا قهيوة ونحكيو شوية ما نعرفش شنو رايك عاد وانا نجم نقول لك لا يشخلولا. يا ملي نمشي نبدل حوايجي توا نجي ما نفطرش يا حبيبي يا نسيت الفوش. هاي لا وهاو الفوش عايشك يا مونج تيجا واو وين ماشي تجري شوف شوف حجلة جبت حوايجي هبلوا الحصونة خمسة وخميس الله حد يا ولدي يربح جايلة عندها فوق عالمي قلتلكم انا روح قلتلكم راي طفلة سما تعرف حبيبي ما فهمت شوف طيب ماشي ما عادش تحمل هنا يا البتش تو عمني ونطرق بيها باش نخطبها وسنات قلبت غربه واحده خايفه لا تهزك معاها لا تزير كيف اللي اختاني عيوتها محسوب كان مشيت ما انا باش نمشي نجيت في سوريا ومفيش تعرف تجير عيوتها رخيصه هذه عاد كان دبرت خدمه ما بكيش خدمه تيتي ما خدمتش في تونس باش تخدم في تزير تي لا عاد يا حيوته راهو مش كيف وغديك غربه ومسؤوليه ان شاء الله ان شاء الله فطيمه يهديها ربي وتوافق يا بنتي ورحمه بويا العزيز الغالي اللي ما نرجع لكم مغوص بالفلوس يا حاسه باسطه نجيب افسيات به ربي سهل امين يا ربي. حقا يا حيوده ماني مخيك تحدد لي سوريتي على خاطر خرج انا والبنات ونحبش نخرج مع انت وين ماشي؟ هيك ما قالت لك باش تمشي لجماعه الكوستينغ وانا وحدي باش نمشيو للمركز نديكلوريو على الباسبور بيه هيت لا يعقلك يا حيوتا هاي عجبه هاي نجيب زوجي ومحسونة واو شو يعمل بي يا حبيبي يا حقوتي شو يعمل بي يا بنتي زقزق له ويبنن بي باش يرقد وبليس يطلع لك مغروم بالحيوانات والعصافر كيفي انا ليلي عايش خويا
طبيك باش كمل يرضع وبدل له كوش ويرقد. هاي على كيفك. بسم الله على ولدي. اسمعني ورد بالك يا وليدي تطلع لي الخالك صحي اطلع لي اللي تحب انت الا خالك منشي. كان تعرف اش كان عامل في بوك مسيك. هيا يا بابا منجي زين من بابا هذيا. هاي جي بقرر يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا انا ما يا بابا يا بابا كيف اش كيف هكا ما عادش عامل يا خويا لا بروستو معاه يا منجي. نعم يا منجي يرحم بوك خليه يرتاح في طيطه من بعد يكمل عايش ولدي. يا فايمه ورحمة بوي لازم غالي كان على خاطرك. اسمع قلك بالنسبه لي انا في بوز بعدش تدخل في السير دور فهمتي ولا لا؟ وما نقبلك المره الجايه الا بسي سكور تاعك. هز طيب افتح هز انا مش سكور. هاي صحه صحه ولدي صح. تليفتي صغرك واش تفعلي بالزين يا واش تفعلي بالزين تلفتي صغرك واش تفعلي بالزين زين يعتيني ما كبر ليك اسمع بي الحاكم يحكمني وردني زلمة هذه اه يا يا تفل يا جبل انا عم خير اليوم وخي كل فيهم يعب تيخدم في الفيليش صغير وما عندوش معتمد. لا لا مش معتمد ويلي خلاص مش تحبيني داني ليه خويتنا بطل خنتو نسرح بيه هو بهيمو. لا 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 مش وكيكا مالك كيفاش أسقرني جاي نقول ليك قول الله خير من قول البارح ما هي من ساعتين صار مفجوع منه وقيل شاف منين واشي واشي وراكش انت قال لي يا بابوش يضرب في نضربته ويمت يعطيني ما كبر ليت تيكذب عليك مسكين اخت اخيك يا جبل واش شادو بشطر بتضرب فيه لا وجدنا ليك يا خيلتي ويمت ضربته انا اكيت واش كنت نقول ليك صار تتوصف فيه باش ما عادش نضربه في المنام هلا واش لا حمازرك سيور سيو باهي لا باهي باهي ما عادش نعاود صنعتي خلاص سامحيني باهي ايه ايه باهي انت باهي جبت الباهي اخيلتي اخيلتي الباهي فهمناها ام كنتي جبت الباهي انا مازلنا ربي شعلي قدر الخير الخير والسلام ناديتك على المذوع انا مذوع مذوع الشنتي ولدك واش تتسمي يره يا مبارك ها بدي حتى جي الساعة وما عاد تسموه لا 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 ما تخشيش تو جي وجيب الخير كله معاه لبكنيتي انا عندي وصي واش هي انا وش اسم جمعة يرحم بها والديك انا يا جمعة وبنتي خميسة أخويا الربعي إيش من الزيل أخبت بارك الله كملت أسبوع ما زال سبت ولحد واثنين وثلاث هذا كهو كان يجيك طفل وتسميه السبت وكان يجيك طفلة تسميها حدا صلي وارفع صباتك هيا تبرم من تخدم على روحك خليني نكمل نغلي الحشي وشيت تأسيك وسيكو ليه ليه عاد كبير كامل ايش بدي الفرن ماسي فيه هبه بيش وش رايك في الواحد هو الدجاج القحل بتاع السيكو السيف اي سيدي واش في تبدل لي في المبرياج لا لا هزيت السلح في رجيلاتنا شوي وبعد نتكمسها في الخدمة التصويرة ب 4800 وخلي الحسابة تحسب 4800 مش شوي عليك اخي لا لا مش شوي حشيت تو ماهوش وقت ماسر لما كنت في الصيف التصوير الدوبل 9260 الدوبل 9260 وشيني رايك اخويا كان زيدو بلاك 80 نتاع روداج مش بخير والله فكرتني الله يفكرك في الشهاد تو داني ليه رتروفيزا من هنا رتروفيزا من هنا الزميره في الوسط وتو مش نهز هيك الحاج على الجيل جيعان حاجه ببيش ما كسيان انت في الفازات تو ياما مش اداني ليه شوية تيزان على الجير تعب شوية زعما نشربه في كاس ولا من البراد دريكت ها تعرف كيفاش الفهم لا ننصحك تمشي القهوة وتجيب لي باي ابي ابي يعطيك الصحة على الفازات جر عليه السيكو سيكو على الفازات اعطي بوسة لنسيبي الازرق ازرق وانت ازرق ديك تحت ياما ياما يعطيك خمة شعر هات الاخر
ماجي. نعم يو. وين ماشي؟ يا اختي ما ماشي الحيوتة تتحدد لي سوريا. خارج خارج. يا صحة بركة وليدي في ربي هديك. يا اختي ما قد خارج لو مش ماشي الجامعة متاسي دلخني. وين خارج؟ صار مش ماشي الخدمة. خدمة؟ اه اي. طلع مطلع الصنع على ميتي. تعمل طلع الصنع؟ يا اخي وين ماشي بالعيقة نتاعك؟ يا ناري على روحي يا ناري. البارح عني جارتنا في صفاقس كلمتني ولدها عزيز شراعت مجديدة في ناروقة. وليد قد شطر عمرك ينطر في بارته من حيث الشايح وانت قاعد هوني تطيطح. يا فطيمة عزيز ولد علي هيك بتوكي يا اخي مش بوشرين وصباط لبسه هو لا يمشي على ايديها. شكون ما يمشي على ايديه؟ ولد علي عزيز جارنا في سويقة صحيته ما تعرفوش محد بصص تعرف ميت عمه قالوا له يا عزيز قالوا من عم قالوا له برش بالمقرية يا اخي شي بالمديجي يا بعد بوصص شو بتوكي وطيب ما تحبني نولي كيف وينا نطف عليك يا بابا. يا حياة الخيتي اللي هقتك حدد لي الرقبة بالبداء ورد بالك على بلاصة المقافل باهي باهي صحيتها. محليك يا حجلة يعيشك يا حيوتة محليها اللبسة خمسة وخميس وتيتك عبا ميرسي. ما فهمتش انا خير رجل ما يراوش. شفتي يا حياة هذاك هو زهري بالك شن يوم يشوفه. يا اخي وراه المونجي بازل بوجدش. أني هاوني يا حسين أني هاوني. نعم بين يا يا حيوتة عندك دواء احمر وفاصمة؟ بسم الله علاش؟ يا بنتي كي خرجت معايا حتى بوز مشيت مولد عليها كلب السوخ وانا بوز مش تعمل فيها راجل وانا بوز وبعد مش ليك الطريحة. بوجي شي بريسك بريت انكور 5 مينوت نكمل الماكياج ونروحو داكور. يا حبيبي يا حبيبي كله بريسك يا حبيبي عندك زي نسيسة علاش اللطف؟ تعرف كانوا مع حجينا قلت لك بوز مش ناكل طريحه ما هو متزوج بوز ما بيستعدي مش تطلع ليا في الشارع ليكون. يا حبيبي يا ربي عاوني ارشم هذيك تاني تاني يا ودي ارشم هذا فلاش تفهم منه اه يا سي المنظر كبسنا روحك الراجل راه يستنى اليوم والنهار في الخدمه من حباش كيكس بعقلك يا سيفان يا خويا يا اخي قريت قدامك انا ماكش تشوف فيا ليه قسم على ربي من الخدمه هذه الله الله يرحم والديك يا دار سوفا كانت تضيك الشمعه نقول لها هكا وتقول لي اسمع الفيف صافا شكون تربح بسكاري ولا كتان كتان وش يالك هون قسم الشرفي انا قسم الشرفي تاعي طلعين عظوما ما عليها اليوم يتكور مع كيف وجندوبه بني خليه هو ما عبدين الجندوب يتعدوا لهم جاز الباب يدنوا لها مشوى خبز عربي وملاوي اي تفضل يا سلفان اي يرحم والديك كسر مامي اسمعني قول الحساب عند نسيبي اللازم كالعادة كالعادة واش يا واش من الخيب بالكرشة تعرف قهوة لسيكو سيكو اليوم مش تتماسى في الخدمة اه الله يعينك يا سيدي زعما خي قهوة بركة الزيت ليش ما تاخذش لي كعبية كيك وكروسون؟ اي وانا عند القرطة يعدي فيه صح سي تنتم ارك خويا بابوش شنيا امورك سي بون؟ الاخو جهدها عمر عمر لو قعد تعرف يا بابوش يا صاحبي جمع اللي فيه ضربت لي على الباب جبت 12 ما عوجتني الريال لا لا حد شيء وحسوب كانوا انت معوج هذه البلاد كلها معوجينا هذا تقيوى المنظرات يا اخي مبيك اطلع الساعه ب 3500 انت لا يا اخي سيدي بوسعيد لا هزتوا فيها قهوه لا يا بابا هذا ما حق السبعه قهوه اللي هزهم سير فيهم وقال لي الخلاص عند نسيبي لازمك ويشي ايش مازال كان يركب ويدار الكرعيه نصرف على العيون البشرنا يا ربي اه ربي ان شاء الله النبي يولي يقدر شبيك بابوش لباس ما لباس 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 المنظر خير الخير والله العظيم مسكين بابوش بالله كان جا عندي نسيب انا كبر فاهم لما نحط له حاجه في الماكل بنت الدليل وينك يا اشرب على حساب خوك بابوش صح صح
صحة صحة. شنو رايك توسي الفيلم كان الناس صرفت على منام البارح نحبك تو ندردك لي كريمك. اي يما شنو هي كريم؟ يما شنو كان تجي يماك؟ يماك وبيك وجيرانك وجيران جيرانك بالذي لا اله الا هو اللي منعتك بها. ها والله نبص عليك. ايه يا ذراوي وش الدنيا؟ لا 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 حتى شيء حتى شيء يا خالتي. قول لا واش تقول لي؟ لا لا يفادلك يفادلك يا خالتي. انا جيت نبارك للفيلم على خدمة جديدة. بارك الله فيك. اي ربي حنن القلوب باركت سيدي بو غبغو. ايه يا طفل جبال قل لي زعما السورية هذه ثم منها انت رجال؟ ثم خالتي ثم ثم اما انا شوفوا هذا لخيك الفيه ناوي عربي يتكماصر في خدامه وما عندوش تبديل. باي باي يا خالتي الله مبارك تو نشوف ليه دبشات. اقعد فيك ها جبال. وش بيك بقد ليش لهذيك سوريت؟ وش يدير فيه؟ سوريا سوريا؟ هلا هي سوريتي نادي؟ تمسح بيها فم البيل؟ هاي في بالي سوريتك، إخ كستي معرسك، ما جلد كتان وجرتي لحتى الفار ما يطمعش فيها، مسح بيها فايم سيكو سيكو. فايمو؟ كملوا خي وانت صرفت صرفت شيء تلي يصنوا له بشيطة تاعي. هلا واشي نطلع بيه فما مشلغم بالقهوة وجدت ريكست والقرة وجماعة من برا يصوروا بحذاه هو مصخ مش فضيحة للبلاد. وين راكم تتريغوا هذراوي؟ لا 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 حتى شيء خيتي حتى شيء نفدلكم فدلكم فدلكم. اسمع اطفال لا جبال وقيل خيك الفهم مالك مصروف. ايه تراح حك جنابك شوف تلقاش عندك صرفات اعطيه خمسة ولا عشرة ولا ستة ولا سبعة وكان ما عندك صرفات حتى عشرين. والله بالحق يما توا الدنيا سخنت نزل سيكو سيكو نخذ حدا جيلات كاس ليموناد باهي للبرود. هيا طلب يما شوف من هنا كثر ما عليك. اي ترابوس خوك؟ لا لا مش كنت اه ترابوس خوك برك تفف على روحك هيك حصلت كذبه يمدك. حيودة شنو رايك في الوهرة بتاع اخوك البنجي؟ تبارك الله عليك عروس على حالك يا بنتي برحمة بويا العزيز الغالي ما زلت ما شفت حتى شي البنجي. تعرف يا حيودة كي طلبت لي شهرية ونمشي نعمل شوبينج اليوم نشوف الحقائق على قاعدة صحيحة. الله وحد الله وحد على اخويا خمسة وخميس على حسونة تعال عاد حسونة كبير لي خلي نمشي نعمل دورة في اللوفيني. يعني كيف شبي ما يتكلمش انا مازال يا منجي و زعما قداش يحب له يا عمي نخرينا بسم الله على ولدي. يا بنتي ما تعرف الشيء عندنا سنين لروتي انا ما تكلمت في الاربع سنين لطف صبع الطاف. يا خويا يا خويا ما احلى زينك كامبوك صحيح تاكل الشريح وكامبوك طايح تاكل الطرايح. الله عبد الله شنو يا منجي ماكش خارجه؟ انت هاي ما جايه تليفون من عند بوها من فرنسا. شو يعمل في فرنسا؟ يا اخي مش قال تخدم في السفاره هوني في تونس؟ تخدم هوني؟ لما مش عارف في مهمه. تعرف يا حيوتة غريبه كل ساعه تلفن لها. اه تحسونا انت تضحك وخذك عايكه الله وحد الله وحد. يا حسونا حسونا شنو رايك في الحطه بتاع خالك؟ معاومه يا منجي معاومه. معاومه يا حبيبي شنو تحسونا؟ ترجع في الفوز اللي عملتها البوكو النوبة يا مش تستعمل سامحني فجعتني يا حسونة نارك زي إذا رفلتني شوية شوية ما يسيبش حسونة معاومة معاومة. تفضل يكثر عليك يا مدام إن شاء الله تلبس وتقطع بالصحة. إيه بقول لك كيتي ثلاثة أيام جرت بعضها ما سبتحتش ليلة وقيلة اليوم النهار مبروك. هرايا كاين ما ضربتش حد فيلت لي راسه وبت في مفردة. هذا هو كسي معرسي خلاص برا يعجلك تروح غير مسالم هالفهم ولدي. شوف هذاك الفارس اللي ماشي يحارب ناقصه كان سيف. اسمعني بابوش كان واحد سال عليا قول له سي الفهم راهو يخدم قول له يرجع لي الستة 11 دقيقة. حاضر يا سي الفهم الله مبارك تو زيد نخدم ديك سكرتيره
برا يخزي عليك العين بركة تصيدنا الحسين الفيه ما ولد عزدي ليلة وقيلة مش عزدي العيد ليعتيني ما كبر ليات هلا وينو المي هيا برا ويني وين العمل قول أمين هتفلى جبل أمين أمين يا ربي حقا هتفلى جبل الغاز دم اعمل دعسة الحنوت جيب لينا البيبيز حاضر الله مبارك خلوا جيبوا جيبوا عبد المؤمن جيبوا وحسن البنية التحتية من تحت لتحت والفوقية من فوق لفوق والباقي ان شاء الله في المخط الجاي لا مجال للجدال والله اللي صح عليه هم السابقون ونحن اللاحقون هاز ليكس دي ليكس سلعة طائرة سلعة كريمة يا كريمة إذن اتفقنا غدا بإذن الله نتم العقود ولا داعي لركوب بردان بارك الله فيك وهو كذلك إلى اللقاء سيدي إلى اللقاء سيدي حال أنس بيه ميحال إن شاء الله مبروك المحي بارك الله فيك بلي سمحني أنت تخدموني هي كان اكتب حاسب الحويجة شوف سيدي ولدي هذه بنت ولدي ضحى وهذه صاحبتها دالية تشرف هم ولاو جيراني هاي مرحبا بيهم مرحبا عاد حبيت نوصيك عليهم وترد بالك عليهم انت وتحسبهم كي خياتك ماك تعرف البلاد والعباد حاضر يا سيدي الله مبارك تهنى في الحفظ والسنة قدرة ربي ما يتيم شيء الله يجازيك خير انا راني عمك سليم ونا سيدي جبلنا ولاد ولي بابوشي بارك الله فيك وجلين بيك سي جبلنا هاي في الامان في الامان يا سيدي لا مجال للجدال سامعين وحاسين وساكتين وعلى ربي معملين لا مجال رصان رصا والظلاط اللي زلط والصوت اللي بلاش صوت لا مجال الشباب الشباب هو الحل والشباب راسه تحل بالمطرق والورود لا مجال يا حليلي لا وحليلولي الذي لا اله الا هو الواحد قول ما يخلد عمه يا بصاحبي حلزون اهلا بالمنجي اهلا لاباس عليك خير الحمد لله مش حالك اختي حاجه لاباس عايله لاباس صافا الحمد لله وانت واش راك ببوشه الحمد لله اسمع قالت لي حياه بطبتك راهي في السبيطار صح لا لا لاباس خير خير وانت شحوالك خويتي صباح الحمد لله ايش ما تحط في حالي جونا هيك كوزين تحجي لراي نشرف ولا لا نشرف انشوتي شرف وانت سي موجي وش امورك والله تريد تريبيا يا صاحبي اسمع هبطي بقفية بعتيش مروحي يا حالي زنبليك ما نروح نشك بالحماية يا صاحبي اسمع ببوش يا اخي وراء الفهم 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 مش هيخدم ربي يعيننا ويعينه يا حبيب يا حسين ده هو سيكو سيكو ان شاء الله ربي ما هاي البنيتي ننطلقوا شاب ابوشا هاي ابنك مع ارواحكم انطلقوا يا سيدي انطلقوا انتم معكم ربي ونالا يا ربي كوزينة حجلة فين هذه كل كوزينة ما انا مش ماخذ بتستح يا وليكس يا سيدي يا وليكس يعيشك يا تاء وبربي سامحوني نعرف لينا بتيت عليكم غير الله غالب ما يسالش بنتي ما يسالش مرحبا بك يا عايشك انت بربي سلامي على حياة برشا يبلغ وقل عشان لها فتو راسك حق عشان هالجزين يا عايشك مرحبا بك يا عايشك أمي مع شكون كنت تحكي كليونت نتاعك اللي كانت عندها الروبة هكا سهل ربي ورجعتها هيا بي والله لا فهمتك يا حياة طفلة مخلية عندها الروبة جمعة كاملة وعند الاخر جيت رميت لي 50 دينار وهزت روحها وروحت جيت نكلم فيها قالت لي انا متفاهمة كيكي انا وحياة وزيد الروبة رجعت لنا فيها قرارة هاي كبرها يجي شوف هاي يميمتي يميمتي طفلة زوالية تش عندي نعمل لها ما يسالش ما يسالش شبكة ضحكت على الغربيل قالت له ما وسعينك يا هرويل فاش قام امي هالكلام طاو حالي كنتي تتمسخر على المنجي تقول ما هوش شاطر في خدمته وانت اعظم منه لا امي مش كيف كيف انا قاعده في دويرتي ورزقي يخدم عليا وحده وحده اما المنجي عمره ما عمر في خدمه صحيتك يا حيه تعاير في وخيك حيت زويلي ما في حلوشه
يا ناري عليك يا منجي، قليل البخت يلقى العظم في الكرشة. تمنين قليل البخت طمي يا اخي، انا جزايد عليه هاو حالنا كيف كيف. هاني قدامك 35 سنه هجاله وبولدي، هو بركه يديه بارده ما عادش حب يخدم سانس بالقعده وبالدلال، ولا شو مهزه هو يوصل في البنات ومخلي خدمته. يا عبيد ربي فما واحد اول نهار في الخدمه يعمر كونجي؟ شد شد فلوسك شد. لم يسالش اعطيهم للمنجي. كثر خيرك. اي تفضلي بالشفاء. بالشفاء سيدي خويا. يشفيك. تعرف ماي فرانت قدرة ربي المرة هذه موري سي بون على الاخر. توا ستة شهور وانتي نفس الحكاية، كل جمعة تقول الجمعة هذه سي بون وشي. برا علاش مجيبوا هذا اللي يقدر الخير الصباح. يا نستو شي لبيلة. خويا زنقة كابوسانك العادة. بطلت الحليب. إكسبريس حرة وجيبها لي لبرا. وين البرا خويا زنقة؟ في التراس. إكسبريس في التراس ومع قارورة مياه معدنية. وزر بشوية. أي نهارك سي بون ونسك البيفو جديد. واش جديد يا بابا؟ هذاك هو الحوم قديم غير أنت ما تعرفوش. كان يعدي في ربطية ومازال كيتسيب في العفو الأخراني. ربطية؟ ربي ما يظل أمورك مش سي بون جملة. أنا يا خويا مش سي بون جملة. شبيه ريتني خايف منه أنا؟ يا ودي غير ما نحبش المشاكل في المحل وكاهو، ولا فيا قابل توا قدامك نخرج نرمدو ونفهمو قدرو زاد. إيه إيه عندك الحق، ما تعرفنيش أنت 20 سنة تالي، ياسر اللي قدامي يقولوا لك. البريمة ما يشدش قدامي أنا زوز ثواني. اه شنو ماما؟ القهوة نصنعوا فيها باليد؟ مانويال ترينا يا عزيزة؟ حاضر خويا زنقة زوز ثواني. يتبرم وتلم أو يرجع لبلاصته. أي نهارك سي بون أختي عزيزة. عزيزة اذهب ما تيحني بيكم. توا امي رجعنا لمعبوكه الحانوت. يا سيدي ما عنديش انا فلوس، وحتى كان عندي ما نعطيهاش، وما نحبكش تغشش. لا لا مانيش متغشه، على كيفك. ما فهمتش انا اش تحبني نعمل معاها اكثر. كان على الخدمه هكا يخدم في القهوه في البركه، والمشروع يا منعاش حتى نجربوه احنا. لا نجربوه لالا، فريجيدير هو. كان خايف على فلوسك، راه مسلف ماهوش معطى. هتو تراك يحط في قلبه ويعمل جهده. كان جاي يحط في قلبه راه حط من قبل. على اخر كلامك ماكش باش تقف مع اخوك. امي سامحني هذا اخر كلامي. اوه يا حياتي شحال تعبنا. السلام عليكم. السلام. اش عملتوا؟ انا درت الكاستينغ تاعي، الرياليزاتور سامبا، شي تري كونتونت. الحمد لله. وانتي شو عملت في باسبورك؟ درت ديكلاراسيون في بوست بوليس. يا اخي قالوا لي كي تكون كش حاجه راحين يعيطوا لي. بصح يا حياه بصراحه دوماج كيفاش تبدلت البلاد والله. كل شيء تبدل وخايتي. بام 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 بام. يا حليب عيوده هذا شو شريت الحسونه؟ ايش شريت يا سي المنجي ربي يستر. يبا شريت بابا باش يطلع كيما خالو. فعلا ولدي. نعم يا يجيني لهم. يقتل يقتل يقتل. شليت حسولة شليت لقبقاب. يقتل. ادخل لمدمشك باش نروحوا. وين مروحين؟ وين تحب تروح؟ موريتانيا؟ مالس في قص. يا حيودة. يا اخي شنية ايه حكاية شفاقس؟ تعرف انا بصراحة استنس بتونس وماتش النجم. اي برا احكي معها. نحكي معها محسوب تخايفني خايف منها انا. ماشي. نعم يا ربي ربي. تدفق النعيم من جديد. أهلا بنهلا. شنو الشيء لي هذا في ليلي يسكن في المفصل بلاش يتواصل؟ اسم الله على ورد من البرد يا ماما. الله عليك يا خي. أنا صديقي. قل لي السلعة هذه ليك؟ كان كتب صديقي بالكرسي هذاك أثناء بتاعي. بتاعي ولا بتاعك كيف كيف وفلوس مانيش مطول أنا. بقى سيدي ما سالش. قول لي السولد وقتاش؟ في العيد. اشنو؟ عيد الجلاء ولا عيد الجمهورية ولا عيد الشجرة؟ عيد الصغير. صديقي
علاش الحقره؟ مازلت نهدر معاك. قولي شنو رايك لو كان تدخل معايا شريك؟ شريك؟ شنو ما فيش؟ تبارك الله ماشي معاك امورك في الجبن في النوار. وبيني وبينك البلاد المده هذيا ضربها التل، القرد يربط والفار يحل. وبرشا ازلام ومندسين وزكاكريه. وانا اخوك نفلي مع الدبه. عاد كنبسط وقلت انت عليك المحل والحركه والدولاب والسلعه، وانا نعس على صديقي كيف يبدا يسهر ونقسمه. نقسمه؟ بشتر يعني 50-50، فهمت كيفاش؟ سبحان ربي. صديق زيد خمر، وكان ما عجزت هكا ولا حرق في الحكايه استنجد بالجمهور نورمال. عزيزه كان تبدا يزيدني قهوه اخرى او يرجع لبلاصته. عزيز المنظر واش اخويا سميت رجعت قدام المجازه يتلغمز على بنوت الناس؟ هذاك يا سيدي ولد عمك بشير الدجاج. دخلني فيه انا ولد بشير الدجاج ولا ولد البي؟ واش مقعدوا قدام القهوه قدام المجازتي؟ والله يا بابوش قعد وحده. قعد وحده؟ انت خويا ليش ما قلتش لي راك قدام محل الناس؟ خويا باش مدخلني فيه؟ الرجل زي كي خرج من الربطيه راه عنده كي الحبس كي دار الشباب. نخاف نكلموا حق يوحل فيا. اما انا كي عدت انت خايف منه سي المنظر. لا انا ماشي لحالوت نبدل لبوس الغاز نجي انا كاي مازال قاعد غادي ما يلوب علي احد. يا بابوش يا بابوش هذيك ربي ننصحك سيب عليك منه خير راه. ولا اخي هو جابته مراه وانا جابتني زوجة حاكم. لا انا نبات عليك وانت تحكي معاه ولا دبر راسك. والله مسكينه خلاص يظهر لي باش تتهجن على بكري. قلت لك مروحين معناتها مروحين. لا طيب مش بك تعيط فما لاباس. اسكت اسكت ما تزيدني حتى كلمه. ولا كيما قالت اختك احليت لك القعده الماكله والرقاد. ها الليله ما نبات كان في سفاقس في دويرتي. اي وغدوه نصبح عند بالحسينه الطبيب انا. ها يا ديني مرضت في هالدار. اختك يا اخي عيني توجع فيك تحب نمشي للسبيسيريه نجيب لك موز بومطه؟ نفع الله. اسيكو سيكو يلبس لي تريكو اسيكو سيكو. يا طفل الفيه هذه كتير اللي داني ليك ليها الفلس. هذا كي يعطيك الصح. هيا بيه بس لتريكو رسيكو سيكو. الله عينك سي فهم. الله يسلمك سي بابوشة. بطلت الخدمة؟ اجي بطلت يودي الأمور الخدمة مع سيكو سيكو سنيك سناك. خدمة ساعتين ربح ساعتين حتى ليني ولي ألعب ماتش كامل رودش فيه. تروج فيه؟ لا يا خي ما خسرت رواه. هذه الأمور هذه ما تفهمهاش. عم بالك الخدمة سهلة؟ اي لا لا عندك الحق ماشي سهلة. اي لا قد قد تو تصور حاجة. أنا عندي ثلاثة أيام نكلة على سعدي اليوم برك ونصورت 10,000 وأنت معمل على بهية باش يجيب لك الصوارد. تنسانس الحلزون ما تقولها سيكو سيكو بهو. أنا ماشي خي غزالي نقز. سي سيكو سيكو من فضلك فهمت؟ وإذا كان أنت تكلت مصباح لليل على جرد 10,000 هذاك من مخك المقعود فهمتني؟ قرن روحك بالسيكو سيكو نايمات. مين هذول طفل؟ تطلعش خنابته؟ خنابته؟ يا ودي هذاك عرقينا وعرق السيكو سيكو في البلاد هذي ما يصور فلوس كان السيكو سيكو خوه. هل فيه؟ ما تقولش ليا صور هذوك كل صورتهم بالتصوير مع البي. لا واش يا ودي كنت نصور انا والتوريست نصور مع القره نلقى حتى التونسه مشتاقين نهبط لافيلي هما جاوني عريان ولابس قلت خلوني نفرق في الاعلان واحد يحمل الاخر يبوس نسوي نتزغر تقولش عليه ولده. تعرف من الاخر السيكو سيكو هذاك كان يترشح للرئاسه يجيب 9.999%. ايش نقول لك ايش؟ شم شم شم. انا مش بابوشه انا. ويا الشمعه هبت منها دمعه. يهدي هدي واكسب ودي. نحي يدك. تفاحه يا تفاحه يا فواحه. ملا قل تحييك. ايش بيها العوين حزينه؟ يا النخوخ عربي. اهو لنزاس العربي. الخوخ تكدم منه بدوخ. يا الفريز نقيز. انا صديقي انيس البيت رفيقي. يلا عليك اخي يا نسمع فيك من قبل تبرع الغله. باهي الغله تنعوش. لا هي من ناحيه تنعوش نعوش. قل لي شو عملت في الافير اللي حكيت لك باش تدخل معايا شريك ولا
والله اش باش نقول لكم يا دعمي صاحبي يضر لي انت ماكش فاهمني مليح وقاريني بالغلط وراسك صحيح لا لا ذي جبت فيه اضرب لي اطفال جبالة لقعد وقيل وانا بها مزالي التنفس نسيت العزيزة سيبتي العزيزة من يوم ما دقت على بابي قابلته زاح منها صوابي قولوا لي يا شلامي يا صحابي سيبتي العزيزة سيبتي العزيزة بالله خوف المراد وبلحت الا عدى ولا قلبي بالجهه يبرى يا حيونا يا حيونا وين يفوت شتا حشونا يا حبوب يا حبيبي خطوني كيف نواب المراد يا حبيبي جيني بالدار عملت لي عملة ورا عملة ما عرفتش نامي يا حلال الله والله يا شبرمان